والجامع اكتبوا فيه ممنوع الحديث، ممنوع الحديث في اي مسجد تلقى فيه ممنوع الحديث، ما قصدهم ممنوع الحديث في التقوى ولا الصبر ولا صلاة الجنازة ولا الطهارة ولا الصلاة. ممنوع الحديث ذا الله واحد ما دارينا. شفت الله واحد ما دارينا. المؤذن ارفع صوته بأعلى صوته تلقاه ماسك الميكروفون الله أكبر لحد ما يجي أشهد أن لا إله إلا الله، تجي تشرح عليه أول زول كوركو. أنت ما قلت هذا قبل شوية، ماذا نشرح عليك؟ لا إله إلا الله معناه شنو؟ معناه ما نعبد إلا الله. أيوة، الدعاء عبادة ولا ما عبادة؟ الدعاء عبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال الدعاء هو العبادة، في سنن الترمذي من رواية النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه. الدعاء ده عبادة ما بتقدر تغالط فيها، دعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن شنو؟ عن عبادتي. أيوة، الصلاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. الزول اللي بيصلي لغير الله تعالى، بيصلي لغير الله، ده أشرك بالله ولا ما أشرك بالله؟ أشرك بالله. اللي بيدعو غير الله أشرك بالله ولا ما أشرك؟ ليه يفرقوا بين الصلاة والدعاء؟ الزول لو قال يا رسول الله اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، بيثبتوا ولا ما بيثبتوا؟ يقول لك ما تقول يا رسول الله اهدنا في من، قول اللهم اهدنا في من هديت، صح ولا ما صح؟ أيوة، لأنه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول قال لك ما تدعوني أنا ولا تدعو غيري، أدعو الله بس. في سنن الترمذي قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هم زعلانين ساي جماعة دين، زعلانين. واحد تلقى درويش زعلان ساي، وللأسف ما بيزعل لي الله، ما بيغضب لله، بيغضب لشيخه بالباطل. ونحن ما نبزنا شيخه، هم مركز بس. قول له نادي الله، ما تنادي شيخك ده. أقول لك أنتوا بتنبزوا ليه يا أخي؟ ده ما نبز، نادي الله ما تنادي الشيخ، النبز ويني؟ نادي الله ما تنادي الشيخ. كذا قيم في الجامعة قول له نادي الله ما تنادي جبريل عليه السلام، بيلبت ساي. نادي الله ما تنادي ميكائيل، بيكون بعين لك ساي. قول لك ماشي شوية شوية. قول له نادي الله ما تنادي إبراهيم عليه السلام، قول لك كويس. نادي الله ما تنادي داود عليه السلام، نادي الله ما تنادي الصحابة، ما تنادي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي عليا، يقول لك كويس. نادي الله ما تنادي البرعي، أوه يقول لك ما تجيب القوم. يا أخ معقولة يا أخي؟